زوجتك. وبعدين انا معايا مالديني. تصدق مالديني ده لعب على فان باستن وكسر عظمه. ما معاه فان باستن تخيل. ما معاه فان باستن برضه. مالديني وفان باستن اهو. على ده في الماتش بتاع ثلاثه ده الله يخليك. بعد الجون الثالث كده راح عامل كده اهو بتاع يا جبان. بس يا كابتن محمد وانا قبل الهوا هزرت. طب بقول لك ايه، هو بيتكلم على كوره كنا مطلوب مننا واحد. يعني طب انا همسك ثلاثه في وقت واحد. صحيح. انا هعمل ايه يعني؟ انا هعمل ايه؟ بس انا هزرت معاه قبل الهوا قلت له انت بس في مدافعين احسن منك دلوقتي. بس مش هنقول على. لا خلاص بقى يعني. مش هنقول على مين. انت قلت على مين؟ انا كنت حبيت بس انكش كده. لا والله كابتن هشام. لا والله لا 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 مجتهد والله من المساكين اللي تحترمهم. طبعا. بعدين في الاخر بقى ايه بقى يلعب بشماله ويمينه. فاكر انت الشمال دي بقيت تلعب بشمالك كمان. اتعلمت الشمال وسروهات وبتاع. احنا عندنا دلوقتي المدافع الكبير هو اللي يلعب 3 4 ماتشات حلوين. يبقى بس كده خلاص. وغلاوتك ماتش ويقول لك ده السوبر ستار والنجم. وبعدين تقول له عايز كام؟ يقول لك عايز 20 مليون. ليه يا بابا 20 مليون؟ يقول لك انا بطلع الكوره من على الجون. طب بالمناسبه دي سؤال ده سؤال لطيف كده. لو انت كابتن هشام بتلعب دلوقتي كنت تاخد كام؟ او بلاش انت، خليني اسال السؤال بالعكس. لا ما هو لو هتقيمني كلاعب من ابناء نادي الزمالك ولعبت منتخب ولعبت ناشئين وكاس عالم فهقيم بالرقم ده. ليه دي ابناط؟ يعني لو احنا عايزين نقول يا كابتن عبد الجليل ان احنا النهارده اللاعب لازم نرجع لعمليه التقييم بقى ايه؟ اصله ليه؟ نيجي نشوف هو طلع من فين؟ فرقه مثلا درجه رابعه او كان في الناشئين في احدى مثلا مراكز الشباب. لما يجي يبقى ده سعره مثلا 10 قروش ما اقدرش احط لان هو مش مجهز صح او مش متدرب صح. ابتدي انا واخده موهبه فقط. انت فاهم؟ لكن ما 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 ما, ما حطيتش عليه دمغه. هاخده احطه بقى يلعب في الزمالك مثلا او في الاهلي وات ايفر. يروح لعب مثلا اول سنه لعب عدد ماتشات احط له بون. لكن ما ينفعش ان انا اقيم بالماليات بالطريقه اللي هي اللي بقت ايه مجرد ان هو جاب جون حلو او لعب مباراه حلوه مش هي ده المقياس. طب انت لعبت بقى مباريات حلوه كتير بقى تمام. تاخد كام انت دلوقتي لو كنت بتلعب معانا دلوقتي؟ هشام يعني من 25 والله ل 40 على الوضع يعني. الوضع لا من 25 ل 40. 25 ل 40 ايوه. لعيب دولي وفي لعب في نادي الزمالك ووقف فان باستن. انا لعبت على كل نجوم العالم تقريبا. انا لعبت على فيالي بتاع ايطاليا وقفته. لعبت على جاري لينكر وعبد الجليل. وعبد الجليل طلعت منه كوره لو بتفكر الكوره دي رايح يجيب جون. جون هنا لهنا جون في النادي الاهلي كان رايح انفراد ما فيش حد خلاص الديفنس بتاعنا كله اخر واحد قدام هناك قطعها ده لإيمانويل. عملت تاكلينج اخدتها ورحت راضدها وراح عملتها لإيمانويل جاب منها دبل باس وراح جايب جون. السنه لو عديت بالكره دي لو حط الكره دي كانت المباراه انتهت. لا وكان كنت هتقطم رجلي يا هشام. انت عامل تاكلينج من على ضربه الجزاء من بيلن وانا على الطرف واخدت الكره من غير ما اوقعه. النهارده شفت ضربات الجزاء. انا اول مره اشوف مباراه عباره عن ضربات جزاء. طب هاجي لك على ماتش الزمالك. هاجي لك على ماتش الزمالك. طب ده المدافع. المهاجم هياخد كام دلوقتي؟ كابتن محمد عبد الجليل ياخد كام دلوقتي؟ لا انا النادي اللي هلعب فيه هاخد الخزنه. ايوه. واللي باقي فرقوه على الباقي. اصلا يعني انا هاخد الخزنه. ما هو انا النهارده محدش يزعل مني. صحيح. انا النهارده كنت بتفرج على مباراه ما بين نادي فاركو ونادي الجونه. مصارعه ياباني. والله مصارعه ياباني. بقيت قاعد زعلان ان انا قاعد بضيع. بس الواحد ما بيعملش حاجه. فانا قاعد بضيع وقتي. يعني اللي هو ايه اي حاجه وخلاص. ده يمسك الكره يديها لده. ده يمسك الكره يديها لده. وبعدين يلاقي 2 3 4 يروحوا واقعين فوق بعض. ده في كره الولد عمال يقع ويعملها كده برجله. ايه يا عم انت بتهش دبان؟ زهقت. فانت بتقول لي تاخد كام؟ زهقنا كام ايه انا ناخد الخزن. زهقنا. زهقنا. لا بص انا هقول لك على حاجه. يعني خلينا نبقى يعني واقعيين شويه. ما احنا لو ما بقناش يعني ناس بنتكلم في الحقائق بشكل كبير هنفضل على نفس الوستيره وعلى نفس الشكل العام. احنا الكره في مصر خلاص ما بقتش كوره. يعني احنا النهارده ما بقيناش قادرين نتابع. يعني الفرجه ابتدينا ايه نتركها. يعني بقى حتى وانا ماشي يجي يقول لك مباراه فلان الفلاني ما بقاش فيه. بس اقول لحضرتك حاجه يا كابتن هشام وتسمح لي بالمناقشه.
انا بحس ساعات ان الامور تتحسن، الكوره في مصر بتتحسن، مش بتكلم على مستوى الافراد، احنا فاهمين كلنا ان المواهب بقت قليله. لا لا لا، بس الكوره، ما انا هكمل حضرتك، الكوره كمنظومه بدات تتحسن. احنا بقى مشكلتنا ايه؟ هقول لكم ده تفسيري. زمان ما كناش بنشوف بره بيحصل ايه، ما كانش فيه قنوات وما كانش فيه تفاصيل وبتاع. دلوقتي من كتر ما احنا شايفين اللي بيحصل في الدوري الانجليزي واللي بيحصل في فرنسا واللي بيحصل في اسبانيا واللي بيحصل في ايطاليا، الدوري الانجليزي فبقى غصب عننا بنحط مقارنات. زمان ما كناش بنشوف. ما يعني ايه مقارنات؟ لا لا لا، اولا يعني انت بتقول لي في تحسن، بس دول عندهم اختراع حاجه اسمها كوره، دي اختراع. احنا لسه ما وصلنا، يعني ما وصلش الكلام اللي انت بتقوله. انت الفرقتين اللي كانوا بيهبطوا ماتش محترم بتتفرج عليه، جمهور نزل الملعب بعد دقيقتين كتبوا لهم اتفضلوا اقعدوا مكانكم، رجعوا مكانهم. احنا ما لا هم بص يا كابتن، احنا عايزين نقول ايه؟ خلينا نبقى واقعيين شويه. يعني معلش انا مش قصدي ان انا اتكلم، ما هو لازم نتكلم في السلبيات عشان نقدر نعمل ايجابيات. لكن لو اتكلمنا في ايجابيات فقط انت فاهم، طب ما امال اللي بيحصل ده فينا ده ايه؟ الناس كلها، بس انا فاهم الكابتن كريم بيتكلم في لا انا فاهم هو بيتكلم في تحسين التصوير، الملاعب. انت معاك في دي فعلا، ملاعب التطوير بتاع البلد ما بنتكلمش فيه، انما الكواليتي بتاع اللعيبه نفسها ومش الكواليتي يا كابتن. انا فاهم كواليتي المدربين اللي عماله تتنقل. بص يا كابتن، زي الكراسي الموسيقيه دي، وده بيوقع فرقه. انا في مدرب هيوقع فرقتين في الدوري، ده هيخش موسوعه جينيس، فرقتين في الدوري وقعهم. يعني بسم الله ما شاء الله استلم الفرقه في وهيفضل موجود يا باشا. بص يا كريم، اتفضل. انا عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا. اولا الوجوه هي اللي موجوده من زمن، لازم تتغير. يعني نتكلم على الساحه الموجوده اللي ماسكه وبتشرف على نوع من انواع الرياضه، هي نفس الاسامي ونفس، مفيش افكار جديده، مفيش شباب يمسك او يكون في حد معاهم خبره ويكون فكر جديد، لان الانتماءات بقت نوع من انواع الـ 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 يعني عايز ايه نقول ايه، انا منتمي لنادي كذا، بقى بيساعد هذا المكان باي شكل من الاشكال. فاحنا عايزين نقول عشان ما نخشش في تفاصيل، لازم اتحاد الكرة يتغير بشكل كبير. يتغير يعني ايه؟ مش بنقول الاشخاص اللي ماسكين او الكلام من ده، لا، السيستم بتاعه. التحكيم لازم يتغير، السيستم بتاعه. عشان خاطر الناس ما بقاش عندها ثقه في كل الاختيارات. النهارده الاختيارات لازم تتم نتيجه عوامل معينه، النجاح. لازم اكون النهارده مدير الفني لمنتخب مصر، لازم يكون اسم كبير، راجل تعدى ماتشات دوليه، لازم يكون عنده فكر كروي واضح، لازم الحاجات دي كلها صرف النظر على اللي حصل دلوقتي. احنا بنتكلم عن متى؟ لا يا كابتن، اسمعني بس، يعني هو هيلعب بالسي في بتاعه، هو هيدرب بالسي في بتاعه. ثانيه واحده بس، انا مش كان لعيب كوره. بص لا، مش برضو انت مش فاهم. هو ايهاب عشان ما لعبش اهلي والزمالك فعيني، انا ما جبتش، ما هي دي. بص مالناش دعوه بالقصه دي، لكن اختيارات لازم شخصيه اللعيب وامكانياته اللي فرضها على نفسه وهو كلاعب قبل كده سابقا، هيقدر يفرضها على اللعيب اللي هيتعامل معاه. لما اخذ معلش انا النهارده في لعيب كبير موجود في الملعب، هيبقى تقيل قوي موجود في الملعب، ولو ما اديتلوش المعلومه صح هياكلني، هيبقى جوه الملعب هيبقى رد فعله معاك مش ظريف. في حاجات بتحصل وانت عارف كويس يا كابتن عبد الجليل. انا النهارده كنت راجل كابتن مصر وكابتن بتاعه، وفي موقف حصل مع مدرب اتعامل معايا وتعاملت معاه وهو طلع كان غلطان، وقلت له انا لعبت اكتر منك، انت ما قدرتش تبقى امكانياتك ما وصلكش بتاع، وانا راجل كابتن منتخب مصر والكلام. بس معلش بالقياس ده يا كابتن هشام وشاركنا يا كابتن محمد، طب ما كده كريستيانو رونالدو لما كان بيضربه جوزيه مورينيو، فكريستيانو رونالدو يروح لجوزيه مورينيو يقول له انت مين بقى؟ هيقول له نطق الكره ثلاث مرات مش عارف. لا، وجوزيه مورينيو ملوش اي تاريخ في كره القدم، ما بيعرفش ينطق الكره، بس مدرب كبير جدا. بيب جوارديولا صحيح كان لاعب كبير، بس مش زي اللي بيدربه، مش زي ميسي. لا لا لا، ما كانش سوبر هو جوارديولا، بس كان لاعب عادي بيدرب ميسي. ثانية واحدة بس، انت بتتكلم على ايه؟ على حد كان وضعه وصل لمرحلة من صغره وعدى مرحلة وعمل لنفسه اسم، انت لسه هتبني، ما عندكش حاجة عملتها. في فرق بين شخص عمل وفي شخص ما عملش. طيب اللي عمل امشي معايا واحده واحده. انا معلش يا كابتن محمد، شاركنا ارجوك. اتفضل. دلوقتي
مدير فني بيب جوارديولا ده كان بيدرب شباب شباب برشلونه صعدوه عشان يدرب رونالدينيو وميسي وايتو وبراموفي اسماء بقى كتيره بقى عد زي ما انت عايز تعد وزي ما حضرتك قلت هو بلا تاريخ كمدرب بلا تاريخ كمدرب وحتى كلاعب هو كان لاعب عادي يعني بيب جوارديولا مش لاعب تاريخي بيب جوارديولا عمل طلعوه كده بسهوله ولا كان عليه العين عليه العين فين لا كان ماسك فريق الشباب ايوه عليه العين ولا ما كانش عليه العين كان بمعنى يعني هم هناك طلعوه كده قال لك نطلع عشان الراجل ما فيش مكان ومش هي مدرب ممكن طبعا. يكون لا لا بص لا لانهم طلعوا بعديه صح صح صح, صح لانهم طلعوا بعديه انريكي يبقى كابتن هشام يبقى كابتن هشام لو تسمح هي مش بس نجوميه يا باشا انا ما كلمتش وانا قلت لك ايه بس هناك في حاجه وكابتن طلعت يوسف معلش ما كانش برده كان في الاتحاد واحنا ما اتفرجناش عليه كتير بس من احسن المدربين اللي جت طبعا كابتن حلمي طولان ما كانش لعيب يعني مش زي طه بصر الله يرحمه ولا حسن شحاته الفاروق بس بقى حلمي طولان صح انت فاهمني صح كابتن انور سلامه هكذا كل دول ما كانوش سوبر كان في لعيبه اتقل منهم كتير النقطه دي مهمه قوي يا كابتن هشام ان مش معنى ان انا كنت لعيب قليل او ما لعبتش او 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 ما خدتش الفرصه بتاعت النجوميه ما بقاش مدرب وحش يعني بسميها مدير مدير فن مارادونا بقى مدرب كويس مش مدرب كويس كابتن عبد الجليل انا انت بتسالني سؤال ولما اجي اخد ابص للسي في انت بتقول لي اختار واحد فلان فلان هروح اختار واحد حقق بطولات اوكي طب ما تشغل حط احمد سامي حط كمان فلان وحط فلان بدل انت الموضوع واخدها بهذا الشكل يبقى خلاص ما تجيبش السيفيهات واشتغل بما الاحساس ليه عملت السيفيهات ليه عامل انك انت هتجيب شخص من هنا وتجيب شخص من هنا طب ما هو السي في ده ليه عشان اقدر اختار المدرب اللي يناسب منتخب مصر او اي منتخب لازم بسي في طب ما اروح اودي السي في بتاعتي واقول لهم يا جماعه هشام يكن ما هو موجود اهو طب ما اشتغلتش ليه هتيجي تقول له ايه ما اشتغلت طب انا ما اشتغلتش الفتره اللي فاتت طب ما تعين وامسك المدير الفني في الماتش اللي جاي المنتخب لو القاود غلط ايهاب يعني هيتفرج لو القاود غلط كابتن ايهاب جلال الله يعينه بجد صعبان عليا مش عارف هيستحمل ولا لا انا بقول لك لو الكورنر اتعمل غلط هو ميزه كابتن ايهاب جلال انه مش من المدربين اللي بيسمعوا لا 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 لما بيتحط تحت ضغط مشكله لا انت بتتكلم على بص يا كابتن انا ما بتكلمش على دلوقتي وجودي انا بقول احنا بنقول اختياراتنا للاشخاص مش بتاع مش المدير الفني بس المنتخب مصر النهارده بتختار منتخبات الناشئين هجيب بقى كل واحد ما لعبش كوره يمسك منتخب معقوله يا جماعه انتوا بتتكلموا علشان واحد نجح بره في اوروبا او في البتاع ده يبقى لازم المثال بتاعك يتطبق في مصر نفس الموضوع يعني انت حضرتك اجيب لك خمس انت عارف مصر فيها كم مليون مدرب كم مليون طب تقصد حضرتك معلش يا كابتن هشام تقصد انه لازم الاداره منتخبات ناشئين مثلا او شباب يكونوا لاعبين كبار واسماء كبيره طبعا لازم امال القدوه هتبقى منين انا مختلف لو تسمح يعني معلش انا يفرق معايا يفرق معايا المدرب عنده مهارات بيشتغل كويس على نفسه درس كويس عنده شخصيه كويس ما هو مش اديني واحد كابتن محمد وكابتن محمد اداك مثال مارادونا اديني مدربين اديني خمس مدربين ها يشتغلوا منتخب مصر دلوقتي مع المنتخبات المصريه منتخب اولمبي المنتخبات المصريه كلها الخمس اعمار سنيه بالدرجه الاولى بكل لا ما الناس اللي موجوده كويسه وهبه راجل لاعب كوره واكاديمي شغال كويس في 2006 محمود جابر ليه اسمه برضه ولعب وماسك حلو ادي اتنين انا بقول لك حط اللعيبه منتخب اولمبي مين مسك عندك كابتن طلعت يوسف ممكن عندك كابتن ربيع ممكن كابتن احمد سامي طيب احمد سامي علي ماهر بس انا افضل المنتخب بتاع الشباب ده يبقى واحد شخصيه قويه كبير في السن شويه عنده حته الالتزام اكتر من الفنيات قوي يعني انا عندي كابتن طلعت كابتن ربيع الناس دي كابتن حلمي طولان عندها برضو حته اصل انا الناشئ ده لازم بعلمه اساسيات غير الكوره ازاي ياكل ازاي يشرب ازاي ينام ازاي يخرج ويتحرك ازاي يخرج ازاي كل دي مهارات انت بالعكس ده الصغيرين عبد الجليل انت سافرت معانا اكتر من سفريه مع المنتخب تصرفاتنا كانت عامله ازاي في المطار الكابتن جوهري كان بيعمل ايه كان بيعمل ايه فينا كان يقدر واحد فينا ينام على الارض ولا واحد فينا يحط رجليه على كرسي واحنا قاعدين في المطار من كتر الهلكان اللي احنا كنا فيه من كتر التعب اللي احنا كنا بنمر بيه
هل كان في لعيب يقدر يقلع البتاع ده لبسه او يغيره وبتاع وكلام من ده؟ المحاضره اللي بهدلنا فيها بهدل ازاي يا باشا؟ تصرفاتك واحكامك بتبقى من ضمن صفات المدرب بتاعك. فانت النهارده لازم تبقى فاهم ان اختيار المدرب لازم يبقى فيه مقاييس، لان راجل لف وشاف وعرف وداس في حاجات كتير جدا. فانا بقول لك انا بكلمك، خلينا نبقى واقعيين. النهارده منتخب مصر عايز مدرب كويس. ايهاب جلال راجل مدرب، راجل محترم ومؤدب وكل بتاع، وياخد فرصته. احنا ما قلناش لا، ما خلاص مسك يا باشا. ما انا بقول لك احنا قلنا لا. انت فاكر ان انا معترض؟ لا. ياخد فرصته ويشتغل، بس لما تيجي تشتغل ويحصل لا قدر الله اي حاجه حصلت، هنحاسب مين؟ مش هنقدر نحاسب ايهاب جلال، لان ايهاب جلال الراجل بيعمل اللي عليه. ولا هتحاسب اللي جابه؟ ما هو خلاص مش هتحاسب اللي جابه، ان هو اوريدي مش هتحاسب. يعني اللي قبليهم انت حاسبت اللي جابه؟ ما حدش.